السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي بنشر وإن شاء الله أعلمكم الطريقة شلون تسوون البنشر سواء قدام البيت أو طالع كشتة للبر. أول شيء طبعا لازم يكون عندك الجيك، السعوديين يسمونه العفريتة، سواء إلكتروني أو عادي، وبالضرورة يكون عندك مطور هواء أو ماكينة نفخ. لازم يكون عندك عدة الرقعة، وأنصح لما تأخذ عدة الرقعة في يجون تجاريات وبلاستيك الصوب هذا، فهذيك تقريبا خطرة. أما هذه لو تضغط عليها وتحتاج ضغط علشان الرقعة أسيم هذا يعني ما يخرج بلاستيك ويدش بيدك، إذا كانت بلاستيك تجارية تخرج أسيم وتدخل بإيدك. جاء وروح مقناص الطاير ما نفتحه إلا لضرورة، نخلي الطاير بس نرفع سيارة ونشوف وين مكان البنشر ونصلحه. ونصيحة، إذا تبي تنفخ التاير بالموتور هذا الأفضل إنك ترفع السيارة عشان لا يصير ضغط على الموتور. أما الآن أنا راح أفتح التاير إن شاء الله ونشوف شلون نرجع التاير أو شلون نشوف وين الثقب. والحين ركبنا زين، فالأفضل إن تخلي السيارة شغالة. نرفع التاير للآخر وراح تفتح. ارفع الطاير الحين وقفته، لازم السيارة الشقالة أفضل للبطارية. حتى لو معاك هذا الإلكتروني لازم يكون معاك ليور، احتمال إنه يخرب لأنه إلكتروني. والآن نبدأ نرفع الطاير، لا تنسى لازم تحت الطاير تحط القابلة عشان لا يرجع. سيارة شقارة تكون هذه قوية، هذا فاكر من السيارة يصير أفضل. والحين إن شاء الله ندخل تقريبا القرات هذه 35-30، لكن اتفق 50 مو مشكلة عشان تشوف وين التهريبة. بعد ما نفخت الطاير يكون عندك ماي ويكون عندك مثل اسفنجة هذي والصابون، ما شاء الله أمطار خير وبركة نزلها بالماي. حتى لو ما عندك هذه تكتفي بالماء. شوف الطريقة هذه تسوي على تاير، طبعا يكون عندك ماء وهذا الماء. شوف الحين لقينا الشيك، تقدر بالطريقة هذه وأيضا تحط لك ماء على سفنجة وتكون فيها صابون. شوف شلون لقينا الثقب، قرب عليه شوف شلون ينسم. لما تصلح هذا أيضا شوف يمكن فيه شق ثاني على طول التاير، لكن الشيك او الثقب او السبب انشر هذا هو. شوف المسمار طلعته، الحين نجيب هذه، لاحظ عليها هذه، ونحطها مكان فتحة المسمار. بعد ما حطينا هذا طبعا دخلت القوة هذا، خليته مفرقة وتفرة توسعة عدل. شوف يجي مع العدة هذه السودة، السودة هذه ما عجبتني لكن افضل انا هذه. شو طريقته؟ شوف هذا الطريقة شلون دخلها. طبعا راح اطلع هذه وادخل هذه قدامها. شوف شوف بعد ما فرينا عدل لازم نفس الفتحة، طلع هذا حطه بنفس الفتحة. بسم الله يبيلها قوة. شوف بعد ما دخلنا تقريبا نص الرقعة تأكدت منها، شوف السحبة لازم تسحبها بقوة. بسم الله خلاص. المرحلة اللي بعدها حط عليها الصابون أول ماي والتأكد إذا هو ينسم أو ينفس، حط عليه ماي لازم تأكد منه. قطعة هذه أو قطعة ثانية وتقطع الرقعة هذه، طبعا مو جيدة اللي عندي، لكن واحدة ثانية الحين نقطعها وتشوفونها. ما عندك قطاعة سكين بس انتبه لا تجرح يدك. ايضا التأكد من هنا اذا في تنسيم ولا لا وتسكرها بهذه. بعد فوق هذا كله التأكد يمكن في يعني ثقب ثاني غير هذا، تفحص التاير كامل. بعد ما تركب التاير بعد 5 كيلو شد على البراغي تأكد منهم احتياط.